مرحبا إنجلز، أنا ملاك on the road وأهلا وسهلا فيكم بقناتي على اليوتيوب. بهذا الفيديو أنا حابة أحكي لكم أكثر عن رحلة اكتشاف الذات وأشارك معكم تكنيكس أو تقنيات ممكن تساعدكم برحلة الاكتشاف تبعتكم. خلينا نحكي أول شيء ليه اكتشاف الذات كتير مهم وأنا بآمن أنه لازم كل الأشخاص تكون بهاي الرحلة أو تسعى لهاي الرحلة. أول شيء اكتشاف الذات هو عبارة عن مفهوم كتير قديم ومذكور بأكثر من كتاب. رحلة اكتشاف الذات رح تساعدنا على تغيير شخصيتنا للأفضل، لأنه معظم الوقت لما نجي على هذا العالم الناس عم تحكينا لازم تعمل هيك وهيك، رح يحكونا شو اسمنا، رح يحكونا شو لازم نآمن. حتى لو كانت الأفكار هاي كلها صحيحة، بس في وقت لازم نجي ونحن ناخد بعين الاعتبار كل هاي المعتقدات اللي نحن بحياتنا تكون بشكل واعي وعن جد نحن عم نختارها بإيدنا. فرحلة الاكتشاف الذات رح تساعدكم بتطوير شخصيتكم، رح تساعدكم بكتير أشياء من نواحي حياتكم مثل زيادة الثقة بحالكم، رح تفهموا حالكم أكثر، رح تحددوا اعتقاداتكم بطريقة واعية. بالنسبة إلي رحلة اكتشاف الذات كانت هي نقطة تحول، وفهمت فيها إنه أنا الشخص الوحيد المسؤول عن حياتي وكيف بقدر أحكم حياتي باتجاه معين. في أكثر من طريقة لنبدأ برحلة اكتشاف الذات، مش ضروري إنكم تحجزوا تذكرة على نيبال وتسافروا العالم مثل ما أنا عملت. في كتير أشياء ممكن تعملوها وإنتوا بالبيت. خلينا نحكي عن أول واحدة اللي هي التأمل أو المديتيشن. أكيد كلكم سامع شو هذا الإشي أو يمكن تعرفوا أكثر عن التأمل. التأمل كتير تكنيك ساعدني لحتى أعرف وأستخدم وعي لحتى أعرف شو نوعية الأفكار اللي أنا بفكر فيها بالعقل اللاواعي. في كتير من الأوقات منخاف من شيء معين بس نحن مو عارفين شو أساسه، شو الجذر تبع الخوف هذا. فلما منقعد بحالنا ومنتأمل ومنقعد مع نفسنا ونغمض عيوننا وبس منركز على نفسنا، وفي أكتر طبعا من طريقة لحتى نتأمل فيها. أسهل طريقة اللي هو نقعد بمكان مرتاحين فيه ونغمض عيوننا وبس منركز على النفس لحتى نخفف من شغل عقلنا والأفكار اللي دائما بتجي على عقلنا. فالتأمل كتير طريقة منيحة لحتى نبدأ فيها باكتشاف الذات واكتشاف أنفسنا. وبالفيديوهات وبالمستقبل إن شاء الله رح نزل فيديوهات بشارككم فيها أكثر من طريقة تقدروا تتأملوا فيها. الطريقة الثانية هي الجورنالينج أو تدوين حياتنا اليومية. تقدروا تجيبوا أي دفتر بتخصصوا هذا لتدوين حياتكم اليومية. ممكن تعملوا 5 دقائق الصبح تكتبوا فيها كيف حاسين أو شو أهدافكم لهذا اليوم، أو ممكن حتى تخلوا هاي 5 دقائق قبل النوم لحتى تكتبوا شو الأشياء اللي أنتم ممتنين فيها أو عليها بحياتكم. ممكن تبلشوا بإشي كتير بسيط عبارة عن كتابة 5 أشياء أنتم ممتنين فيها، أو مثلاً 3 أهداف أنتم حابين تحققوها بهذا النهار. إذا حابين أنتم تبلشوا بأول نهار ب5 دقائق، هاي طريقة كتير حلوة وسهلة وبسيطة وما بتاخد وقت كتير. واحدة من الطرق اللي أنا كمان بحب أعملها وخليتها هي مثل نظام حياة يومياً بستخدم هاي الطريقة وأنا عايشة الديلي لايف تبعي، اللي هي الأسئلة التفكيرية. خلينا نحكي بيوم الأيام عصبتوا من إشي معين، فبدال ما نعمل ردة الفعل السريعة نعصب ونصرخ أو نبكي، خلينا نحكي مع حالنا ونسأل حالنا أنا ليه معصبة؟ أنا ليه عم بتعامل بهاي الطريقة؟ أو أنا ليه بحكي هذا الحكي؟ فالأسئلة التفكيرية رح تساعدنا أكثر إنه نفهم ليه نحن عم نحس هذا الإحساس بالذات. فجربوها واحكوا لي شو رأيكم. الطريقة التالية اللي هي الفيجواليزيشن أو التمارين التصويرية، فينا نستخدمها ونحن عم نتأمل وفينا نستخدمها ونحن مفتحين عيوننا وعادي نحن بحياتنا العادية. الفيجواليزيشن هو عبارة عن تخيلنا أو تخيل حالنا بمكان تاني وعن جد نآمن بهذا التخيل. يعني for example أنا حابة أشوف حالي بعد سنة عايشة بمكان تاني، أو حابة مثلاً أبدأ
شغل جديد أو أعمل برودكت جديد أقدر أبيعه، أو حتى على نطاقنا الشخصي بحياتنا بالبيت حابة مثلاً أجذب أشخاص معينين، فبصير بقدر أتخيل هذا السيناريو بعقلي إن كان بالتأمل خلال التأمل أو إن كان وأنا قاعدة هيك إنه ما عندي شيء، بصير بتخيل هاي الأشياء وبجرب قد ما فيني أحس فيها على أساس إنه هي هلأ عم بتصير، وأآمن إنه هي موجودة، وأآمن إنه هذا الإشي حقيقي. هذا الشيء رح يساعدنا كتير نستجيب أو نجذب هاي الأمور لحياتنا بشكل أسرع. آخر طريقة وهي من الأشياء المفضلة اللي أنا بحب أعملها دايماً، اللي هي الأفيرميشنز أو التوكيدات. كتير إشي سهل، بحب كنت أول ما اكتشفت هاي الطريقة أني أعمله الصبح بكير أول ما أفيق من النوم، وأنا عم بحضر حالي على المراية بصير بحكي مع حالي بصوت عالي: أنا قوية، أنا اليوم شخص أفضل من مبارح. هاي الطريقة أنه أنتوا عم بتأكدوا على حالكم بطريقة إيجابية لإشي أنتوا حابين تشوفوا منه أكتر بحياتكم. يعني إذا أنا حابة مثلاً أجذب لإلي حب أكتر أو امتنان أكتر، بصير بحكي لحالي: أنا حاسة بسعادة، أنا حاسة إن اليوم بحب نفسي وبحب الأشخاص اللي بيحبوني أكتر. فمنقدر نستخدم أنا مع فعل بالوقت الحاضر: أنا شخص جيد، أو أنا شخص فعال بالمجتمع، أنا بحب. So I think you got the point. I think أنتوا فهمتوا شو قصدي. فممكن تصيروا أنتوا تكتبوا هاي التوكيدات بطريقة بتناسبكم، بس أهم شيء لما بدنا نعمل أو نستخدم طريقة التوكيدات إنه لما نبني الجملة نستخدم الوقت الحاضر، ونستخدم إنه already الإشي اللي نحن عم نجرب نجذبه لحياتنا تحقق. إن شاء الله أكون عم بفيدكم، أشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.